ديال هاد العروبيه هنايا. ها انتما عروبيه زوينه، وجلنا معنا الماكله ديالنا هي فيها. رانا دايره الكبوط، جلنا معنا شويه القهوه شويه ونديرو كاسكروط ليها. وجميل اختي ها هي تاهي قلت لكم راه معايا، ووريهم جميل. ها انتما المناظر زوينه هنايا، عروبيه زوينه هنايا. السلام عليكم البنات، نعاود لكم السلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اليوم تبارك الله الجو زوين كيف ما تشوفوا، راه كاين جو زوين، يعني ما كاينش داك البرد بزاف ولا كاينش العاصفه. يا وجينا هنايا حنا ندورو شي شويه في هذه العروبيه الزوينه الغزاله. والخيل شوفي تبارك الله، الخيل شوف الخيل. ها شوف الدنيا كيفاش دايره غزاله. انتما وجبنا معنا داكشي اللي كتب الله باش حنا نديرو كاسكروط. نديرو كاسكروط هنا في هذه العروبيه كيف ما تشوفوا، ونبدلوا الجو. نبدلوا الجو. هذا السيبري، هذا السيبري هما يسمروه كريست بوم، ديال راس العام. هذا ديال راس السنه، ديال راس السنه، يعني الشجره هذا يزرعوه دابا، الشجره ديال راس السنه يزرعوه دابا ويبيعوه وقت راس العام. راني دايره فيديوهات حنا قديم. دايره في هذه العروبيه هنايا زوينه، هنايا العروبيه. وهذه هي وقت العروبيه، وقت الربيع، وقت العروبيه كتكون غزاله. وعفوا دابا داز البرد والشتاء وما عمرنا خرجنا، وما كاينش اصلا فين تخرجي مع العرو، مع الجو ما تيكون داير. دابا الجو ملي بدا يتقاد ان شاء الله ويصيف، على عود نخرجوا العروبيات، ونعود نقلبوا على بلايص اخرين ثاني نمشيو ليهم ان شاء الله. وكما تعرفوا البنات، راه هنايا في بلجيكا وهنا في اوروبا، راه واحد 6 شهور كنكونوا داخلين الدار ما نخرجوش، غير الشغل ديال الدار. ماشي شي بلاصه بعيده، لاش حيت كيكون ديما الثلج والبرد، ويعني الجو ما زوينش، يعني ما كتبقاش تعجبك تخرج بزاف. ودابا ملي قعدت وصل هذه عاوده، اماي هذا كتعضك الصقعه. هي تعضك، جات جايه معصبه. الله يهينا، غزاله تبارك الله. هذه واقيلا عوده من الاصل عربي، يمكن راسها صغير. راسها صغير، يا صغير من اصل عربي. حيت هنا كاين الخيول العربيه شارينها الناس هنايا، كاين الخيول العربي. حيت الخيول ديالهم هما راسهم طويل وكبير، ومازال لقاو الخيول كيتساراو بهم الناس راكبين عليهم، راه مازال قدام، يعني مازال قدام. وهانتوما معنا البنات ان شاء الله فيما مشينا حنا معاكم، وقبلوا بينا حنا كندورو حد طويره، نبقاو غير الدار الدار. غادي حتى جيت الواد، البحر ديال هافا، يعني الواد ديال هافا، المرسى، يعني المرسى، المرسى الكبير، الميناء ديالهم الكبير. الميناء هذا هو، هذا هو داك اللي كنشريو سميتو، يقولوا لي سبيرش. مزروع هنايا تحت من التراب. احنا وصلنا هنايا، هادو معايزات، هادو تاني كاينين معايزات، وكاين البراك راه ما تيبانش، راه فينا هو. وهذه هي معايزه، راه فينا هي، وها هي جميله اختي. السلام عليكم البنات. عليكم السلام، جميله راه مركبه وليدها. وشوفوا اختي راه دايره التركيبه ديال المغرب، كاين لا لا يعني تركيبه امها وجدها وجدودها هو التركيبه زوينه، راه النصارى ولا يركبوا ولادهم بحال هكا. يرتاح يا يرتاح الوليد، ويرتاح هذا هنا فيلاج، يعني دخلنا للفيلاج، يعني العروبيه ديال الفيلاج ديال العروبيه. شوف هاد البلاصه زوينه، من هنا كيطلع على الميناء، على المرسى ديال المرسى ديال شي بلاصه ونقعدوا فيها نشربوا فيها. تشوفي شي بلاصه فين كاينه يعني الدفيه. الله يا خايتي فكرتني على العروبيه.
ونشربوا ات. الله 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 يا خيتي الله. غزاله هاد البلاصه زينات، خاصها عشي بقيره، خاصها عشي بقره. الله يا خيتي مزينه الطبيعه، خاصها عشي بقيره وشي نعيجات ويكونوا رعاو وحدك هنايا. وحشنا الطبيعه. هنا كاين قنيه، هنا كاين قنيه، اه تكون قنيه بزاف هنايا. اه في الغابه هنا، راه غابه كبيره هنا. شوفوا الشجر قداش. ها وشوفي هذاك الباطوات ديال الميناء، دابا حنا راه نطلعوا على الميناء، غنطلعوا على الان يقول له هنا هافا على الميناء وعلى المرسى الكبيره، فيها الباطوات الكبار وفيها السلعه اللي كتجي. هذا الميناء حنا فايت فايت هضر لكم عليه، راه من اكبر الميناءات في العالم. كاين في بلجيكا، كاين هنا في بلجيكا، هو واقيلا الثاني، الثاني في الثاني في العالم ولا الثالث في العالم. حنا نقربوا ليه خوتي وعاد تشوفوا كلشي. اه نجلسوا هنا نيت، هنا شي بلاصه هنا مسكين هذا، ندورو بعدا شويه عاد نشوف. ايوا البنات اش كديرين، لاباس عليكم، اش اخباركم؟ شوفوا معانا، واليوم والله الا فرحانين حنا خارجين من الدار. فرحانين والله، فرحانين خارجين من الدار، نشوفوا هذا الجو الزوين وهاد يعني كاين تبارك الله ما يتشاف. كتعرفوا بنادم راه ضروري الدار، الدار الدار راه كتقنط. اه والحمد لله الوقت اللي جات احنا معاها، جات زينه احنا معاها، جات خايبه احنا معاها، الحمد لله على كل حال. البنات كيف ما تشوفوا حنا فرشنا هنا، عجبتنا القعيده هنايا. الماء راه فينا هو يعني هافا، راه فينا هي ميناء. اي وجلسنا تحت من هاد البلايصه هنايا دافيه، وحنا جينا شويه البسكوي، هادي جينا حليب، جينا شي بس. داكشي اللي في الدار جينا. شويه اختي جابت الحلوى ديال العيد، شويه الحلوى ديال العيد وشويه التمر، هي فينا هي. هذا تفاح جدي، هذا تفاح جدو، هذاك عن مساو نكون ناس شي حاجه. هادو شي حاجه نحطوا فيهم شي حاجه، هادو هاد الكويسات ديال القهوه نيسكافي. انا جينا شويه شويه ولا بغا شي حاجه، شي حليوه شي حاجه. المهم هو الجو اللي كاين والبلاصه اللي حنا فيها وبنادم يشم الهواء، هذاك الشيء اللي كاين. يعني ماشي جينا شي ماكله، يعني جينا بزاف واش حاجه، يعني شي حاجه على قد الحال. وها نتوما دابا غنقعدوا، جميله تتشد عليا وما راه تقعد حتى هي معايا. غادي نجلس، غادي نجلس. كاينين الناس معانا الاخرين حتى هما يشربوا القهوه. ايوا انا كبي 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 لينا قهوه. البرد شويه ولكن راه كاينه التفيه، كاينه التفيه زوينه هنا. واخا انا واقفه هنا، لا ما كاينش داك، كاين عاش ويتنفى، ماشي داك البرد القاصح. الحمد لله، الحمد لله الجو زوين. واه جو غزال الحليب، ما كرهناش البنات الحليب سخون تكونوا معنا هنايا، راه الجو تبارك الله زوين والحمد لله. كل واحد راه كيخرج مع وليداته ويخرج دورته شويه يشم الهواء، ان يعيش الحمد لله الحياه هذه الدنيا. بنادم الدار الدار راه ماشي مزيان والحمد لله. قادي داكشي صوبي سوي حطيتو صافي، يعني راني عارفه ما يعني كاين العكبه وكاينه المعالق اللي ما عرفت فينا هما معايا القاهي. قلتي لي غادي نجيبهم، واه هزيتهم ماشي معاها هما. اه وهالي مره اخرى ان شاء الله نديرو شي خارجه ثاني زوينه، ولكن حتى هذه زوينه ان شاء الله نوجدوا ليها هذه المره. نوجدوا ليها الله الا هذه ما كنا موجدين ليها. دو
هكذا نقعد انا واختي. بعد ما شربنا القهوة وقعدنا شوية وضحكنا وجو زوين دوزناه اليوم. جميلة اختي رافي قاعدة، وليدها رافي قاعد يلعب حداها، وها الناس في سيرة الدور، وحنا دابا غنجمعوا هاد الشي ديالنا وعن نمشوا ندوروا شوية ونمشوا نزيدوا بكم شوية اللي هي جيت هافة وندور شويه ونزيدو. ودوزنا يوم زوين، ويعني اش نقول لكم، دوزنا يوم زوين وشمينا الهواء النقي. والله اخوتي اش نقول لكم، حنا تزمتنا على المدينه، قاعدين على في المدينه. اللهم الواحد يتوحش العروبيه، يبغى يقعد في العروبيه. وتعرفون اخوتي حنا معاجيين، حنا حنا راه بنات العروبيه، يعني العروبيه في دمنا والحمد لله. يلا اخوتي دابا وتابعوا معنا، راه باقي نزيدوا القدام، وان شاء الله واي حاجه درناها عاد تشوفوها معنا. شكرا لكم، الله يحفظكم. يلا انتم معنا. يلا اخوتي اخواتاتي، احنا بعد ما درنا شويه في الغابه وشلنا شويه تما والجو زوين وشمينا شويه الهواء وبدلنا الجو، دابا حنا جينا هنايا شدينا واحد قهوه. هاد البلاصه اللي جينا ليها سميتها زامطفليت. الناس اللي في بلجيكا راه عارفين زامطفليت، يعني الناس اللي كاينين في انتويربن. وجينا هنايا لهاد القهوه، شدينا اللي شد قهوه شدها، واللي شد حنا شدينا فانتا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو البسيط، كانت خريجه ان شاء خريجه زوينه بسيطه، ودوزنا بارطاجينا معكم النهار ديالنا كيفاش داز. ودابا راه تقريبا راه 6 العشيه ولا 7 العشيه، ان شاء الله غنشربوا هذا، نجلسوا في هذا القهوه وبعدا ترتاحوا شويه ونشربوا اللي كتب الله، ومن بعد نمشيوا للدار ان شاء الله. يلا اخوتي نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وحنا بارطاجينا معكم يعني يومنا شنو داز عندنا اليوم، وان شاء الله يعجبكم. وما تنساوش دير لي لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم. والسلام عليكم. السلام عليكم البنات.